صباح الخير على حضراتكم، يوم جديد، إشراقة جديدة تطل عليكم بالأمل والتفاؤل والحيوية. بصبح على حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح مي، وبصبح على زملائي خلف الكاميرات، وبصبح على زميلي مايكل اللي هيشاركني الحلقة النهاردة. صباح الفل يا مايكل. صباح الفل يا مارينا، وصباح الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج صباح مي، وحلقة النهاردة الأربعاء الموافق 6 مارس لعام 2024. يا رب أيامكم كلها تكون بخير وسعادة. إذا أردت أن تكون سعيداً فعليك أولاً أن تعرف معنى السعادة. خليك دايماً سبب أن أنت تكون وإنت رايح الشغل كده تكون مبتسم، تبتسم في وش أي حد، تساعده يبقى اليوم لطيف. شايفة يا مارينا؟ أيوة أكيد طبعاً، ده أهم حاجة، أن أنت لما بتبتسم في وش غيرك ممكن غيرك ده يكون مكتئب، بس أنت من ابتسامتك تخلي اليوم حلو. صحيح، نقدر نساعد ونساهم أن حد ممكن موده يتغير في اليوم كله. بفكر حضراتكم بفقراتنا، أولى فقراتنا هتكون فقرة الأخبار اللي بنستعرض فيها نشاط فخامة الرئيس في الداخل وفي الخارج. عندنا إيه تاني يا مارينا؟ الفقرة التانية بتكون الفقرة الصحفية اللي بنحلل ونتناول فيها أهم المنشطات اللي تصدرت في الصحف المصرية. هيكون معانا مداخلة تليفونية مع الكاتب الصحفي أستاذ علاء الحلواني، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم. وفقرتنا التالتة دي فقرة مهمة جدا، هنتكلم فيها عن حاجة بتشغل بالنا بقالنا فترة. هنتكلم عن قطاع السيارات. يعني السيارات خدت في فترة من الفترات كانت في أمور فيها أزمة. هنتكلم من بداية فترة كورونا وأسعار السيارات بتتغير، وبعدين الأزمة، أزمة الحرب في السودان وغزة، كل ده بيأثر تأثير كبير جدا على أسعار السيارات والبيع. وفكرة الدولة تهتم بفكرة توطين صناعة السيارات دي حاجة مهمة جدا. عشان نتكلم في الموضوع ده باستفاضة، الفقرة دي هتكون مع زميلتي مارينا، ويكون ضيفها في الاستوديو المهندس جمال عسكر الخبير في قطاع السيارات. قبل كل ده نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد، وناخد مع بعض الخبر الأول. والخبر بيقول: استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الفريق الركن ناصر ابن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. نطلع نشوف التقرير، وبعد التقرير خليكم معانا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة نقل للسيد الرئيس رسالة شفهية من أخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم البحرين لجهود مصر والسيد الرئيس في مواجهة جميع التحديات داخليا وخارجيا، لا سيما على المستوى الإقليمي. من جانبه أعرب السيد الرئيس عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين الدول وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، خاصة في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة، وتم التشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل، حيث أشاد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة بجهود مصر في هذا الصدد وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما يتم إنفاذه بريا عبر منفذ رفح، كما تم تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة ودفع نحو عدم توسع نطاق الصراع لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي.
برحب بحضراتكم من جديد وناخد مع بعض الخبر الثاني. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين. هنروح نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والتي ترتكز على أسس راسخة من التعاون والتنسيق وتطابق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة البحرينية والتي تشكل نموذجا محوريا للعمل المثمر بما يحقق المساعي المشتركة لكلا البلدين في كافة القطاعات. من جانبه أعرب أمين عام مجلس الدفاع الوطني البحريني عن تقدير بلاده للجهود الصادقة التي تبذلها الدولة المصرية وقواتها المسلحة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ودعم ركائز الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدا الحرص على تعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين في ضوء عمق الروابط المصرية البحرينية على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. برحب بحضراتكم من جديد، ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. خبر بيقول استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الفريق الركن ناصر ابن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له. وعشان نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الخبر معنا على الهاتف دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. دايما يا فندم منورنا في صباح مين. ربنا يخلي حضرتك نورك. في البداية فندم عايز أعرف من حضرتك ماذا تحمل هذه الزيارة في طيتها وأهم الملفات والقضايا التي تم البحث فيها؟ هو طبعا هي زيارة مهمة لأنها يعني تمثل نمط المصرية الرنية. علاقتنا بمملكة البحرين علاقات شاملة سواء كان على المستوى السياسي أو الاستراتيجي، أو وزيارة المسؤول العسكري أو الاستراتيجي مهمة لأنها بتوطد بطبيعة الحال طبيعة العلاقات البحرينية بصورة خاصة والخليج بصورة عامة. بطبيعة الحال هذه نموذج للعلاقات على المستوى العربي وبتؤكد الحضور المصري في منطقة الخليج. طبعا احنا قمنا بكثير من مجالات التعاون مع الأشقاء سواء في البحرين أو في الكويت، السعودية، الإمارات، دول مجلس التعاون الخليجي، وقمنا بتدريبات ومناورات عسكرية في هذه المناطق بصورة كبيرة. أعتقد أن الزيارة بتعكس دلالات مهمة وحرص مباشر على دعم العلاقات السياسية والاستراتيجية في هذا التوقيت. ودائما ما يأتي ملك البحرين ضيفا عزيزا على مصر، البحرين لها مواقف كبيرة داعمة للتحولات السياسية التي شهدتها مصر من بعد ثورة 30 يونيو وما تلاه. وأعتقد أنه الحضور بيتمم طبيعة العلاقات البنيوية والهيكلية الشاملة بيننا وبين الجانب البحريني، وهناك حرص من السيادة الرئيس على دعم كل مجالات الشراكة مع الأشقاء في هذه المملكة الحبيبة إلى قلوب المصريين. في جزء طبعا مرتبط استراتيجي وأمني، هو مرتبط طبعا بتناول العلاقات في مستوياتها الحالية خصوصا في ظل حالة عدم الاستقرار في منطقة الخليج العربي والمناطق المجاورة ومناطق التماس والتحركات للميليشيات الحوثية في منطقة البحر الأحمر. صحيح، في تطورات كثيرة في هذه المنطقة تتطلب تنسيقا مصريا بحرانيا سواء على المستوى السياسي أو الاستراتيجي.
دكتور طارق، بصبح على حضرتك مرة تانية. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني كنت عايز أسأل حضرتك، كيف تتوافق الرؤى بين الجانبين لحل القضية الفلسطينية؟ وبالفعل طبعا في تعاون في هذا المجال على مستوى مجلس التعاون الخليجي عموما وعلى مستوى مملكة البحرين على وجه الخصوص. البحرين طبعا أقامت علاقات مع إسرائيل وتبادل السفراء خلال الفترة الماضية وفي اتفاق سلام تم، فبالتالي هناك إمكانية على المستوى النظري أن تتحرك الدول الموقعة لعملية سلام مع إسرائيل للضغط في هذا الإطار. وأعتقد في حرص وتنسيق خليجي تقوده المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية لهذه الخطوة. البحرين أيضا، مملكة البحرين لها دور في هذا الإطار. أعتقد دعم القضية الفلسطينية بيتم مستوى كبير بتقوده أو بتوجه وصلته القاهرة لجملة من الاعتبارات. أولا القاهرة هي الدولة المعنية بالدفاع عن القضية الفلسطينية وعدم تصفيه هذه القضية في مواجهة الإجرام الإسرائيلي الحالي، وبالتالي أنا أعتقد أنه كل موقف لكل دولة عربية يحسب في هذا الإطار إلى نطاق، ولكنه أيضا يؤكد على عمق القضية الفلسطينية وحضورها طبعا في كل التطورات التي جرت في الإقليم لاعتبارات طبعا ليست إنسانية فقط. بحضرتك القضية الفلسطينية قضية سياسية وليست فقط إنسانية، ولا يجب أن نختصرها في برامج مساعدات أو غيره، مع التقدير إلى حاجة الشعب الفلسطيني إلى الدعم والمساعدات لإعاشة الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. طبعا موقف الخليج وموقف البحرين موقف جيد ويمضي في هذا السياق، ومصر بتتحرك في اتجاهات مختلفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في هذا التوقيت. طيب دكتور داي، خليني أسأل حضرتك، هل هناك تحرك دولي؟ يعني شفنا الفترة الأخيرة بعض المجازر اللي تقريبا بتكون بشكل يومي، وبعد كمان مسؤول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وبعض شهادات بعض الدول. هل هناك تحرك في تقديم المساعدات والبعد عن وجود الشعارات الرنانة في الصحف نشج ولدين فقط؟ وهل أيضا هناك تحرك من قبل دول تعاون الخليج؟ هو بالتأكيد طبعا الموقف الدولي موقف يجمع ما بين الإنساني والسياسي، وزي ما أشرت لحضرتك إن القضية قضية سياسية، لكن المساعدات مهمة وفتح الممرات مهم وإلقاء المساعدات التربية والمعونات سواء بالإنزال الجوي أو غيره أيضا مهمة، لكن لا نريد أن يكون هذا الأمر هو الأساس. نحن نريد تحويل الأقوال إلى أفعال. لابد هذه الدول بتؤمن بفكرة حل الدولتين، ومصر نجحت بمهارة في إعادة تقديم القضية الفلسطينية لوجهة الدولية طوال الفترة الماضية، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتحرك لتنفيذ هذه الدعوة، ألا تبقى في إطارها النظري. الأوروبيين والأمريكيين يتحدثون عن فكرة مقاربة حل الدولتين، لكن حتى الآن لا توجد آليات، لا يوجد مسار، لا يوجد تأكيد على كيفية المضي في هذا الإطار، حتى بعد وقف إطلاق النار، حتى بعد تعثر توقيع الهدن المتتالية. وبالتالي أنا أعتقد أنه الدول الأوروبية عليها مسؤولية في هذا، ولا تكتفي بمساعدتها، خصوصا انه التعويل على المجتمع الدولي غابة سياسية كبرى حضرتك، وبالتالي حتى محكمة العدل الدولية بتبقى في اطر محددة دون ان نغالي فيها. يعني حكم محكمة العدل لم يصدر كما يتوقع البعض، ومجلس الامن عاجز نتيجة لاستخدام حق النقد، ما الجديد في هذا الجميع؟ وبالتالي المجتمع الدولي مع جائر لم يعطي للقضية الفلسطينية صحيح وينهي حالة الاحتلال باعتباره آخر احتلال في العالم. أنا في تقديري أنه على المجتمع الدولي أن يحول الأقوال إلى أفعال. مصر بتعيد تقديم القضية الفلسطينية مرة أخرى للمشهد الدولي كي القضية الفلسطينية. طيب. يعني ليست قضية. دكتور عايز أسأل حضرتك حاجة، هل تنجح المرة دي الوساطة في تحقيق الهدنة، وخصوصا احنا داخلين كمان أيام بتفصلنا عن شهر رمضان؟ يعني لا تزال المصرية حتى هذه اللحظة مستمرة، والمفاوضات مستمرة، وتم زيادة يوم للوصول إلى اتفاق، لكن حتى هذه اللحظة لا تزال بعض الردود لم تأتي أو فيها نوع من التعثر. القاهرة بتقوم بدورها، دورها التاريخي اللي هيذكره التاريخ لهذا البلد العظيم في محاولة للدفاع عن القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها في ظل مخططات شيطانية تقوم بهذه الحكومة الإسرائيلية. موقف مصر موقف راسخ وشامخ، وهناك بطبيعة الحال تفاصيل كثيرة. أعتقد مصر الحريصة على استمرار الدعم الفلسطيني بهذه الصورة.
دعم الجانب الفلسطيني في مواجهة هذه المخططات الإسرائيلية. نتمنى طبعا يكون في يعني الحديث والجلوس على الطاولة لوجود حل نهائي والوقف التام لإطلاق النار، خصوصا كمان احنا داخلين عن شهر رمضان وكل يوم بتحصل مجازر لمدنيين عزل من السلاح. نتمنى الأمور تكون في أفضل حال. بنشكر الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. مشاهدينا ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في قصر الاتحادية. هنروح نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا الذي يقوم بزيارة لمصر لمدة يومين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين السيد الرئيس ورئيس وزراء أرمينيا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والأرميني، وأكدا ارتياحهما لمستوى التنسيق المشترك، كما تم استعراض التعاون الثنائي وأفاق التوسع فيه في مختلف المجالات بما يرتقي لطموحات الشعبين الصديقين. هذا وقد شهد السيد الرئيس ورئيس وزراء أرمينيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والبيئية، كما عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة في قطاع غزة، إلى جانب تناول مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك في إطار الحرص على استمرار التشاور بما يخدم مصالح الدولتين. مفيش نقطة مية نقدر نستخدمها أو حتة أرض نقدر نزرعها إلا ما نزرعها. من آلاف السنين مصر بنت حضارتها بالزراعة، لكن الزراعة واجهت تحديات كتير، بس خطوة ورا خطوة من 2014 بنسابق الزمن لأجل ما نرجع مصر تاني أرض الخير. وأول خطوة كانت التوسع الأفقي باستصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة في المناطق الصحراوية في مصر، مشاريع زي الدلتا الجديدة ومشروعات في جنوب الوادي وشرق العوينات وتنمية شمال ووسط سيناء وإعادة هيكلة 1.5 مليون فدان في مشروع الريف المصري، بالإضافة لإعادة إحياء مشاريع زي مشروع تشكى الخير. وفي خلال 9 سنين بس نجحنا في استصلاح حوالي 1.7 مليون فدان، ووصلنا بالرقعة الزراعية ل9.7 مليون فدان مقابل 8 مليون فدان في 2014. وبلغت تكلفة ما تم وجاري تنفيذه من مشروعات في مجال زراعة واستصلاح الأراضي أكثر من 46 مليار جنيه من 2014 حتى 2022. وبلغت قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الزراعة 38 مليار جنيه عام 2022 مقارنة ب 5 مليار جنيه في 2014. اشتغلنا كمان على التوسع الرأسي اللي أدى لزيادة الإنتاجية خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، ونجحنا في استنباط 150 صنف جديد عالي الإنتاجية، وده لمحاصيل زي القمح، الرز، الذرة والفول وغيره. ونجحنا في استنباط 30 صنف الأهم محاصيل الخضر
بالإضافة طبعاً للمشروع القومي للصوامع واللي نتج عنه زيادة في الساعة التخزينية لصوامع القمح من 1,400,000 طن عام 2014 ل 3.5 مليون طن عام 2022 بزيادة أكثر من الضعف. فتم إنشاء 41 صومعة ب 19 محافظة. اشتغلنا على تحديث نظم الري والتوسع في أنظمة الري المتطورة بأحدث التكنولوجيا للحفاظ على كل نقطة مية في 2022. زاد إنتاج القمح ل 9,600,000 طن بعد ما كان 8.5 مليون طن. ولما اكتفينا من الخضروات والفواكه بدأنا نصدر لحوالي 160 دولة ونجيب عملة صعبة، فوصل إجمالي صادراتنا في 2022 لأكثر من 400 منتج زراعي لحوالي 6.5 مليون طن، وده أكبر رقم في تاريخ صادراتنا الزراعية. وكمان حققنا الاكتفاء الذاتي في الألبان والدواجن والبيض، ووصلنا بالقطاع الزراعي إنه يوفر فرص عمل لحوالي 5.5 مليون مواطن، بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 15% في 2022 مقابل 11% في 2014. وقدرت مصر تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي. اللي حصل ده ما كانش صدفة، ده نتيجة تخطيط مدفوع بحرص على تحقيق الأمن الغذائي لكل أهلينا، لجل ما تفضل مصر أرض الخير محروسة، والسنين قدام نحكي حكايتنا حكاية وطن. برحب بحضراتكم مرة تانية وناخد الخبر اللي بعده. وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد مبلغ 307,350,000 جنيه ل 426 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية 6,833 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين. علشان نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الخبر معانا على الهاتف دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا أستاذة مارينا. صباح النور يا أستاذة مايكل. صباح الخير يا دكتور، دايما منورنا. السادة مستمعينك ومشاهدينك الكرام، صباح الخير يا دكتور. يعني احنا في البداية عاوزين نتكلم عن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن وكمية أو عدد المستفيدين منه. يمكن المشروع القومي اللي بتكلم بدأ في منتصف 2017 كان بمبلغ مخصص 100 مليون جنيه فقط للتمويل والإقراض، طبعا فايدة بسيطة متناقصة 5%، وبدأ بمنع ذبح العجول الصغيرة الوزن اللي هي الأبقار والجاموس، كانت بتذبح فيما يسمى بالبتلو أقل من 100 كيلو جرام، وكانت نسبة التصافي فيها منخفضة بتديني كمية من اللحوم أقل من 30 كيلو جرام. ضوابط وقرارات وزارة الزراعة منعت ذبح البتلو في هذا الوزن والسماح بتسمينه وتربيته حتى 400 كيلو جرام على الأقل. هنا نسبة التصافي بتتزايد وكمية اللحوم المتحصلة من نفس الرأس بتزيد، هتبقى حوالي 240 على الأقل كيلو جرام من اللحوم. وبالتالي هنا الحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الإهدار وتنمية رأسية لثرواتنا الحيوانية. طيب يا دكتور، مين يقدر يستفيد، مين يقدر يستفيد من هذه المبادرة، وإيه الشروط اللي ممكن حد من المربين أو من الشباب يقدر يحصل على هذه المبادرة؟ طب المبادرة دي خصيصا لصغار المربين وشباب الخريجين، وزي بقول لحضرتك احنا بدأنا ب 100 مليون النهاردة، ما تم تمويله وإقراضه تخطى 8,260,000,000 جنيه، استفاد منهم أكثر من 43,000 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين في قرى مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة لتربية وتسمين ما يزيد عن 500,000 رأس. بيتقدم صغار المربين أو الذي يرغب في الاستفادة من المبادرة لأقرب فرع بنك منه، سواء كان بنك أهل مصري أو زراعي مصري أو أقرب إدارة زراعية منه، وبيقدم الطلب ويحدد العدد الرؤوس اللي عايزه. فورا بتشكل لجنة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجانة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول، علشان نستوثق ونتيقن من وجود مكان مناسب للتربية والإيواء. وفورا ما بيستلم الحيوانات بتاعته بيتم الترقيم والتسجيل والتحصين لهذه الحيوانات والتأمين عليها بنسبة مخفضة
في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، بحيث لا قدر الله لو حصل أي مشكلة بالنسبة له تتعلق بالنفوق أو الذبح الاضطراري أو الحريق أو ما إلى ذلك، بيعوض عن قيمة الرأس بما يوازي ويساوي قيمة الرأس. طبعا في تكثيف للمتابعات على المستفيدين من قبل برضو قطاع الثروة الحيوانية والدجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية. معانا طبعا مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطري لنتيقن من وجود الحيوانات سليمة صحيحة مفيش مشاكل، وأي مشكلة موجودة في بدايتها وفي مهداها بنعمل على تذليلها وحلها سويا. طبعا حضرتك أي مشكلة في البداية بيكون الحل بتاعها أسهل بكتير، سواء كانت رعائية. دكتور في البداية أنا عرفت من حضرتك إن أي حد يقدر يعني هيروح البنك ويقدم طلب وتشكل لجنة وبياخد العدد المطلوب على حسب ما اللجنة بتقول، الفوائد تقريبا بتكون قد ايه برضه عشان نقول لاي حد ونشجعه يقدر يتقدم للمبادره؟ الحد الاقصى احنا قلنا ده صغار مربين، فالحد الاقصى للعدد الرؤوس العجول لا يتعدى 50 راس، والحد الاقصى للعجلات 15 راس. يمكن هو بدا زي ما قلت لحضرتك بالعجول المحليه ابقار وجاموس، ثم في 2020 تم إضافة العجول المستوردة، ودي قيمة مضافة لأن معدلات الزيادة الوزنية ومعدلات النمو فيها يمكن تعادل ضعف معدلات الزيادة الوزنية لحيواناتنا المحلية، وبالتالي هنا دورة التسمين قصيرة الأجل بتبقى حوالي 6 أشهر بس، الفايدة لأنها بسيطة متناقصة بتبقى حوالي 2.5% فقط. ثم في 2022 تم إضافة العجلات صناعية الغرض عالية الإنتاج في الألبان واللحوم برضو للمشروع لضخ المزيد من الألبان واللحوم في السوق ولتوفير المزيد من فرص العمل. دكتور طارق، يعني عايز أسأل حضرتك عن هل هناك متابعة مع بداية دخول المشروع حيز التنفيذ، ولو في أي مشكلات يتعرض لها يعني صاحب المشروع؟ أنا قلت لحضرتك إن في الأول بيبقى في حاجة اسمها لجنة معينة علشان نشوف المكان مناسب ينفع يتربى فيه وملائم للتربية، سواء كان هيربي عجول أو عجلات. ثم فور ما المستفيد بيستلم الرؤوس بتاعته زي ما قلت لحضرتك برضو بيتم تحصينها وترقيمها وتسجيلها من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ثم التأمين عليها بقيمة ونسبة مخفضة في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ثم بعد كده بيتم تكثيف المتابعات الميدانية للمستفيدين. والهدف زي ما بنقول دايما مش تصيد أخطاء، ولكن الهدف معرفة أي مشكلة ودراستها على أرض الواقع، وسويا بنعمل على تذليلها سواء كانت المشكلة تتعلق بحاجات رعائية أو نواحي غذائية أو مرضية أو تناسلية أو أي كانت، أو حتى لوجستية أو مالية، بيتعمل على حلها فورا خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة. طب دكتور حضرتك قلت ان المبادره وصلت لحد دلوقتي ل 8 مليار جنيه، ووصل عدد المستفيد منها 43 الف شخص مستهدف من هذه المبادره. وعايز اسال كمان حضرتك، هل المبادره دي هتساهم في خفض اسعار اسعار اللحوم؟ استاذ مايكل خلينا نرجع بالذاكره كده ل 2020، وفي مطلع 2020 احنا تنبأنا من خلال ما لدينا من قواعد بيانات الكترونيه ان انتاجنا المحلي من اللحوم الحمراء هيكون في حدود 52%، وبالتالي علينا استيراد 48% من الخارج لسد الفجوة. 2020 وما كان فيها من جائحة كورونا، وشوفنا في الوقت اللي كانت دول العالم تقلص من إنتاجها من اللحوم الحمراء وكل المنتجات البروتينية ذات الأصل الحيواني، احنا عندنا بفضل الله تعالى ثم بفضل هذا المشروع من ضمن المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية، انتاجنا مش بس حافظنا على انتاجنا لكن تزايد انتاجنا واقترب من 60%. ده بيدل بصراحة على وعي المستفيدين ووعي المربين في توجيه القرض فيما خصص من أجله. ما فيش زي زمان كان ممكن المستفيد بياخد القرض عبارة عن فلوس، لكن دلوقتي المستفيد بياخد القرض رؤوس مش فلوس، وزايد ان في تكثيف للمتابعات، زايد ان في وعي من المستفيد. وبالتالي عايز اقول لحضرتك برضو ان لم يكن المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية وتراعيها وزارة الزراعة لكانت الأسعار النهاردة في مكان تاني خالص. صحيح. يعني هذه المشروعات يمكن حضرتك عارف ومتابع معنا من خلال منبر حضرتك الإعلام المتميز الزيادة السكانية المتلاحقة والمتعاقبة والتي لا يوازيها زيادة في
عدد رؤوس الثروة الحيوانية المسؤولة عن توفير البروتين الحيواني، وبالتالي كان لزاما علينا البحث عن وسائل تمعظم من الثروة الحيوانية اللي موجودة عندنا، وكان من ضمنها المشروع القومي للبيتيلو. يعني لما نقول ان عدد المستفيدين النهاردة فعلا زيادة عن 43,500 مستفيد، لو كل مشروع بيوفر فرصة عمل واحدة بلاش اثنين ولا ثلاثة، شوف كم فرصة عمل توفر. لما نقول اكتر من 500,000 رأس تم تربيتها وتسمينها في هذا المشروع، تخيل لو كانت كل رأس هتذبح على وزن 100 كيلو جرام كانت هتديني فقط 30 كيلو جرام، كل رأس بدل ما تديني 30 كيلو جرام ادتني 240-250 كيلو، يعني 7-8 أضعاف الكمية المتحصلة عليها من اللحوم لو كان ذبح كبيتيلو. صحيح، احنا بنشوف مشروعات كبيرة جدا كل هذه المعطيات بتأكد. صحيح يا دكتور، بنشوف مشروعات كبيرة جدا بتتبناها الدولة علشان تساعد المواطنين وعلشان كمان تحل أزمة البطالة. دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي وزير دفاع جمهورية كينيا. نطلع نشوف التقرير وبعد التقرير خليكم معنا. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد أدم بارلدولي وزير دفاع جمهورية كينيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري والأمني بين البلدين، كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على القارة الأفريقية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية والكينية في العديد من المجالات، فيما أشاد وزير الدفاع الكيني بالجهود المصرية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التنسيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركة لكلا البلدين. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.
حضراتكم جديد وصلنا للخبر اللي بعده وخبر اللي بعده كده حاجه تفرح. اتكلم الخبر اي خبر يكون فيه حاجه تخص السياحه او الاثار او الاكتشاف بتبقى حاجه كده مبهجه. والخبر بيقول ان تم اكتشاف كبير جدا في منطقه الاشمونين، قريه الاشمونين التابعه لمركز ملاوي محافظه المنيا، واكتشاف راس رمسيس الثاني في محافظه المنيا، ويعد بمثابه اكتشاف اثري كبير ويستضيف للسياحه المصريه، يعني تبقى حاجه كبيره. طول التمثال تقريبا حوالي 7 امتار، وطول الراس المكتشفه تقريبا 3 متر و80 سنتي. وعشان نعرف تفاصيل اكتر معنا على الهاتف الدكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار. صباح الخير يا دكتور ودايما منورنا. كل التحيه استاذ مايكل، تحياتي لحضرتك ومجيب حضرتك والاستاذه مارينا، وبنقول لها صباح الخير يا دكتور. باعتبارنا في شهر المراه، بقى شهر مارس وشهر المراه والام طبعا، واليوم العالمي للمراه 8 مارس، وعندنا 21 مارس عيد الام، في كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. وبالنسبه طبعا الصوم، ويعني من المناسبه الجميله ان احنا السنه دي ان شاء الله صايمين كلنا، كل مصر صايمه، فكل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه والشعب المصري كله بخير وسعاده. كل سنه وحضرتك طيب. دكتور في البدايه نتكلم عن هذا الاكتشاف وحجم هذا الاثر. والله يا استاذ مايكل، عندنا هذا البلد يعني رغم ان حضرتك عارف ان احنا في القرن ال18 وال19 وال20 كمان تم سرقات ملايين القطع الاثريه، ويمكن حضرتك عارف ان احنا كان عندنا لغايه 83 تجاره للاثار، ولكن برغم من ذلك احنا القصه الكامله للاثار المصريه لم تنتهي، وكل يوم بيثبت ان هذا البلد يعني زي بيقولوا بيطلع خير. ويمكن حضرتك لاحظت من 3 ايام الكشف المفاجئ اللي هو بتاع المستشفى البنها، يعني بالصدفه كده لما لقوا التابوت العملاق اللي وصل 62 طن، وتاني يوم على طول كان كشف البعثه المصريه الامريكيه اللي هو كان موجود في الاشمونين. يهمني الاول ان انا يعني معلش في ثانيه واحده نتكلم عن كشف البنها، لانه مهم جدا، لانه لشخص مهم كان كبير الكتب عامل كده زي يعني كبير اليوران او الديودار في العصر الاسلامي، شخص مهم ولا حامل الاختام وحامل يعني هو الراجل اللي بيعمل الصكوك والاختام بالنسبه للملك، هو شخصيه مهمه جدا كمان، هو في عهد ملك مهم جدا اسمه الملك بسمتيك، عندنا وزن التابوت 62 طن، فاحنا بنتكلم على رقم مذهل جاي من منطقه الجبل الاحمر اللي احنا بنسميها الجبل الاخضر دلوقتي، فبالتالي كان كشف مهم جدا جدا انا بعتبره. ثاني يوم كشف الاشمونين، منطقه الاشمونين هي منطقه مهمه في المنيا، والمنيا دي اتمنى ان هذا الكشف يعني نلقي الضوء على المنيا، هذه المحافظه يعني الرائعة اللي هي كانت ظهر فيها أول مذهب للتوحيد في العمارنة، واللي ظهر فيها أول نظام للأولمبياد في بني حسن، واللي فيها كمان أحد مصلات العائلة المقدسة في جبل الطير، واللي فيها البهناس اللي بيسموه البقيع الثاني. وبالتالي إحنا قدام مكان يعني للأسف يعني كيف لو يستغل هذا الثراء. كمان الأشمونين دي أول يعني من أحد، أنا ما كنتش عايز أتكلم يا دكتور ولكن هتكلم يعني بصراحة، منطقة الأشمونين يا دكتور أنا شفتها على الطبيعة، منطقة يعني مهملة جدا، الاثار مرميه في الارض، يعني بصراحه انا مش عارف الحجم الكبير للمنطقه دي وتتعامل بالمنظر ده بصراحه. والله الاشمونين في الكتب يعني في المراجع العلميه حضرتك تشوفها، احد نظريات الخلق حتى جايه من كلمه فيمون اللي هي بمعنى السامون، يعني شامون الاشمونين، فيها اهتمام بكل العصور، جنبها كمان جبانه بتاعتها لان هي دي منطقه الاحياء او المعابد، منطقه الجبانه بتاعتها في حته اسمها تونا الجبل، تونا الجبل دي لو حضرتك تشوفها يعني فيها انفاق زي مثل الانفاق لاله الحكمه اللي هو شحوتي. فبالتالي الكشف يمكن اهميته ان هو يعني كان عندنا جزء من هذا التمثال اكتشف من 1930 الجزء السفلي، فان احنا نيجي بعد حوالي 70 سنه ونطلع الجزء العلوي ويبقى عندنا تمثال 7 متر وشخصيه طبعا ملك الملوك اللي بيسموه يعني سيد البنائين وامير العاشقين الملك رمسيس الثاني، هذا الملك اللي يعتبر من اول خلق الله للارض من عند سيدنا ادم حتى الان، ويعتبر اشهر ملوك الارض. ده يخليني اسال حضرتك ازاي هيتم تجميع التمثال، ويعني هل في لجنه متخصصه هتيجي عشان تجمع التمثال؟ دايما البعثات العلميه بيبقى فيها دايما يعني بيبقى في مرمم واكثر من مرمم وفي اكثر من مجال، وبالتالي احنا عندنا الجزء السفلي كان موجود تماما، وعندنا يبقى الجزء العلوي هيبقى سهل جدا جدا تركيبه، واتمنى ان هو 7 متر بنتكلم عن تمثال ضخم، ملامح الوجه كلها باينه، كمان مرتدي التاج المزدوج فوق النمس، وبالتالي الملامح بتاعته جيده جدا، اتمنى ان يعرض في متحف اللي انا بحلم ان انا يعني الواحد ربنا يديله طول عمره ويشوفه، متحف الاتوني، عندنا متحف في المنيا بيتم يا استاذ مايكل استاذ مارينا، اتمنى ان اعرف افتتاحه قريبا، وبدعو يعني السيد المحافظ ارجوك يا سيدي نسهم في هذا، لان المتحف مكانه عبقري والفكره بتاعته عبقريه، لانه الالمان اعرف حضرتك بيعشقوا فتره العمارنه وهي فتره ثريه جدا، فارجو ان هذا التمثال يكون موجود في اول صاله في المتحف الاتوني ان شاء الله، فسهل جدا تركيبه لانه هو عناصر موجوده، احنا بنتكلم عن حجر جيري
جيد، وبالتالي لان عارف معروف المنيا مشهوره بالاحجار، خاصه الحجر الجيري بتاعها مشهور، يمكن حتى الان المحاجر بتاعتها بناخد منها احجار جيريه وبنبني بيها، وبالتالي الحجر بتاعه جيد، فمسهل جدا ان احنا نرميمه ونحافظ عليه ان شاء الله. احنا كمان شفنا يا دكتور اكتشاف يعني المجموعه من التماثيل الاوشابتي، وايه هي التماثيل الاوشابتي وباين تم اكتشاف هذه التماثيل بالضبط؟ جدك كان عايز يستريح في العالم الاخر، مش هيشتغل مش هيفضل طول عمره تعبان دنيا واخره، فهم جم في الدوله الوسطى فكروا في حاجه ظريفه جدا، الانسان لما يموت خلاص مش هيشتغل، فحطوا 365 تمثال شكلهم زي المومياوات بعدد ايام السنه، بحيث ان كل يوم وكتب عليهم الفصل الثالث من كتاب الموتى، بيقول له كده كل يوم يقول يؤمر واحد من هؤلاء الناس الخدامين دول، يقول له قوم اشتغل مكاني، جاي من فعل وشب بمعنى المجيب، او بيسموها التماثيل الاوشابتي او المجيبه، ان هم بيشتغلوا مكانه. ثم بعد كده في الدوله الحديثه طور هذه من 365 زودها الى 37، فاصبح عندنا 401 اللي بيسموها كده القوات، كل 10 بيسموهم رئيس العشره، بحيث دول يبقوا مميزين، رئيس العمال زي ما بيقولوا يعني. وبالتالي هذه التماثيل كانت بتوضع في كل المقابر، كل واحد بيعملها على حسب قدراته الماديه، يعني واحد بيعملها من الفخار، واحد بيعملها من برونز، واحد بيعملها من الذهب زي توت، واحد بيعملها من، لكن الماده الشائعه بيسموها الفايانس او الخشاني، وكبت لهم باللون الاخضر او باللون الازرق، اللونين المفضلين عند المصر القديم. وبالتالي كل المقابر بكل المستويات هتجد فيها هذه التماثيل، لانه عايز يستريح في العالم الاخر، وبالتالي لابد ان يكون هناك من يقومون بالعمل عنه. وبالتالي احنا قدام برضه يعتبر كشف مهم موجود في منطقه سقاره، ارجو ان احنا نستغل هذا الثراء اللي موجود في كل السوشيال ميديا وموجود في كل وسائل الاعلام في تنشيط عمليه السياحه والدعايه لهذا البلد، خاصه ان عارف حضرتك كان عندنا من عده ايام مؤتمر مهم جدا للسياحه العلاجيه اللي اتمنى تكون قاطره التنميه، لان احنا عندنا هذا البلد كل انواع السياحه موجوده فيه، وبالتالي هذه الكشوفات بتعمل دعايه مهمه جدا للمشروع اللي احنا كلنا منتظرينه، هو مشروع المتحف المصري الكبير باذن الله. صحيح، مزيد من النجاح والتقدم والاكتشافات، وحاجه مشرفه، وانا متاكد ان مصر ثريه جدا بالاثار والتاريخ، يعني حاجه بجد حاجه مشرفه. بشكرك جدا دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، لكن اسمحوا لنا نطلع لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، خليكم معانا. قام الأندلسي عباس بن فرناس بصنع الجناحين في أول محاولة للطيران في التاريخ عام 887، ثم سجلت أول محاولة لطيران إنسان باستخدام آلة أخف من الهواء، كان ذلك في عام 1783 بفضل جهود جاك شيرل والأخوان مونكلوي. وفي عام 1903 نجح الأخوان رايت في تحقيق أرقام قياسية للتحليق بآلات أثقل من الهواء، وسجل أطول مدة للطيران حينئذ وهي 75 دقيقة. التاريخ المصري القديم طلعنا بأول نموذج طيارة فرعونية اكتشفت في منطقة سقارة في سنة 1898. في صحراء سقارة في الجيزة اكتشف مجموعة من الأثريين قطعة خشب طولها حوالي 18 سنتي، وفي الوقت ده طبعا ما كانوش الأخوين رايت لسه اخترعوا الطيارة، وبناء على كده اتصنفت قطعة الخشب في الأوراق الرسمية على إنها طير. وبعد مرور 75 سنة قرر أحد الباحثين وهو الدكتور خليل مسيحة إن قطعة الخشب ما هي إلا نموذج لطائرة شراعية. الحكاية والحلم بدأ بمسابقة عالمية للطيران نظمها البلجيكي البارون أومبان، وبسببها الملك فؤاد أنشأ أول نادي مصري للطيران اللي كان نواة للشباب المصري عشان يتعلم الطيران. فايزة وصدقي، صدقي هو الطيار المصري الشهير محمد صدقي اللي اشترى طيارة من ألمانيا وسافر بيها من برلين ليصل للقاهرة يوم 26 يناير سنة 1930. أما فايزة فهي الطيارة اللي اشتراها وسافر بيها الرحلة دي، وهي تسمت على اسم الأميرة فايزة أخت الملك فاروق. وبسبب فايزة وصدقي بنحتفل كل سنة في مصر بعيد الطيران يوم 26 يناير. فرحب بحضراتكم مرة تانية، يعني ومعانا خبر مهم جدا الحقيقة،
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص. يعني حقيقي خبر مهم جدا، وخبر يعني احنا عاوزين نفهمه أكتر، عاوزين نعرفه أكتر. غير كده كمان يعني ان احنا نستعين باستشاري دولي دي خبرة كبيرة علشان نوضع خطة برؤية متكاملة لعملية طرح لإدارة المطارات المصرية، دي حاجة مهمة جدا، ولا انت شايف ايه مايكل؟ موضوع الاهتمام والدولة كمان مهتمة الفترة دي بالطيران بشكل عام، ودي يعني احنا بنتكلم عن صرح كبير. مؤسسة الطيران المصرية للمطارات كمان اسم كبير جدا، والاستعانة بخبراء وفكرة يعني ان احنا نواكب العصر بالنسبة للرقمنة والتكنولوجيا، ده رقم واحد. رقم اتنين كمان ان الدولة تشارك القطاع الخاص، ده برضو بيساعد وبيدي فرصة يكون في تطور، وان احنا كمان نطبق في شركات كبيرة واسماء كبيرة، احنا مش اقل منها، احنا كمان بنستعين بخبرات وعندنا امثلة كتيرة، سنغافورة، عندنا القطرية، لوفتهانزا، KLM، والكثير والكثير والكثير. وطبعا ده احنا شايفين الدولة جاهدة جدا بتعمل تطور اول باول في مجال الطيران، ولا يا مارينا؟ واحنا شفنا كمان في الفترة الأخيرة كان في تطور كبير قوي في المطارات المصرية. صحيح. وكان في تطوير كبير قوي في قطاع الطيران، يعني كان فعلا الموضوع فيه تطوير كبير جدا. صحيح. احنا شفنا كمان لأي حد بيسافر وبيروح يركب طيارة بنشوف الترتيب والتنسيق في، لو اتكلمنا عن مطار القاهرة، يعني مطار القاهرة يعتبر المطار الكبير اللي موجود في مصر، شفنا الترتيب وفي العربيات، الدخول، التفتيش، حتة الأمان، حتة الناس كلها بتساعد، فكرة كمان التطور المستمر، دايما بنشوف إن مصر بتسعى جاهدا إن هي يكون عندها تطور، بتشير طيارات جديدة أول بأول، فكرة تدريب العمالة، استعانة بالخبرات، يعني الموضوع ده استثمار ما يقلش استثمار عن أي موضوع تاني. وزي ما قلنا قبل كده يعني تجربة سنغافورة دي تجربة كبيرة جدا، سنغافورة دي في مجال الطيران والمطارات ما كانتش موجودة على الساحة، ولكن في فترة اشتغلت على نفسها وبقت اسم كبير في عالم الطيران. وبصراحة كمان لو اتكلمنا على التجربة القطرية والتجربة التركية برضو كمان الموضوع في وقت صغير جدا، يعني بتكلم عن قطر هي دولة صغيرة، ولكن مطار حمد اللي موجود عندها والعدد الهائل من الطيارات اللي موجود وفكرة التشغيل بصراحة يعني حاجة مبهرة. صحيح. مصر ما بتقلش تماما عن الأسماء دي، وفكرة كمان ان مصر تكون هب كبير قوي للصيانة، ومصر موجودة كمان في اتحاد ستار، يعني حاجة مشرفة. صحيح فعلا حاجة مشرفة جدا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا الإخبارية، دلوقتي هننتقل لفقرتنا الصحفية اللي بنتناول وبنحلل فيها أهم المنشطات اللي تصدرت في الصحف المصرية. هيكون معنا مداخلة تلفونية من الكاتب الصحفي أستاذ علاء الحلواني نائب رئيس تحرير أخبار اليوم. لكن قبل كل ده اسمحوا لنا نطلع لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. برحب بحضراتكم من جديد، وصلنا دلوقتي لفقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. سعدنا وشرفنا يكون موجود معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ علاء الحلواني نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم. صباح الخير يا فندم. صباح النور أستاذ مايكل، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. دايما منورنا يا فندم. مارينا صباح الخير يا أستاذ علاء. الله يخليك فندم، الله يخليك.
ناخد مع بعض الخبر الأول. الخبر الأول بيقول الرئيس السيسي ورئيس وزراء أرمينيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان الذي يزور مصر لمدة يومين، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء أرمينيا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فقد أثنى الجانبين على العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والأرماني وأكد ارتياحهما لمستوى التنسيق المشترك، كما تم استعراض التعاون الثنائي وأفق التوسع فيها في مختلف المجالات بما يرتقي لطموحات الشعبين الشقيقين. خليني أسأل حضرتك في البداية عن حجم العلاقات ما بين مصر وأرمينيا وماذا تحمل هذه المباحثات. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خلينا نتكلم الأول عن شيء مهم جدا، هو العلاقات التاريخية اللي بتربط البلدين مصر وأرمينيا منذ طبعا زمن طويل. كلنا عارفين الأسر الأرمنية أو الأرمن اللي كانوا موجودون في مصر منذ سنوات طويلة، وكان لهم علاقات كبيرة بالمصريين، وكانوا بيعيشوا في مصر ولا زال بعضهم بيعيش في مصر يعني كالمصريين تماما. علاقات ثقافية، علاقات تاريخية، علاقات بتصل يعني لا تكاد تكون لحد التكون ما بين الأرمن والمصريين وخاصة الأرمن اللي عايشين في مصر. اما نيجي نتكلم في العصر الحديث، طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان اول رئيس مصري بيزور ارمينيا بعد استقلالها العام الماضي، وده يمكن كان شيء له وقع طيب في نفوس جمهوريه الارمن او الارمنيين بشكل عام، وده الزياره اللي هي بيزورها رئيس الوزراء او زارها امس لمصر كانت رد على زياره الرئيس السيسي. مجالات كثيرة جدا من التعاون بين البلدين على الرغم من حداثة إنشاء الدولة الأرمنية، بتتمثل في تعاون اقتصادي كبير بين الدولتين في عدد من المجالات، سواء كان في المجال البيئي أو البنية التحتية أو في مجال الاتصالات والذكاء الاصطناعي اللي هي تتمتع به أرمينيا، وأيضا استفادة أرمينيا من بعض أو الكثير من المجالات اللي هي بتفوق فيها مصر زي الطاقة وزي غيرها من البنية التحتية وغيرها من المجالات البيئية وأخرى، والتعاون في المجال الزراعي. ويمكن احنا شفنا ده يمكن من خلال منتدى الأعمال المصري الأرميني اللي نظمته الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال. يمكن احنا شفنا ده ان في هناك تعاون كبير جدا على ده على المستوى الاقتصادي، خاصه ان 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 التنوع الجغرافي اللي بتشهده او اللي بيختلف في مصر عن ارمينيا ده بيخلق الكثير من التعاون ما بين البلدين، سواء لحجم التبادل التجاري او الاقتصادي او للتعاون المشترك في الكثير من مجالات التجاره والاستثمار، ومن خلال تعزيز العلاقات الاقليميه وتعزيز التكامل الاقتصادي. يمكن التعاون الاستثماري بين البلدين يمكن خد شكل جاد في الفتره الاخيره، ويمكن ده هيسهم في زياده تبادل الخبرات لتسجيل الاستثمارات بين البلدين. حجم تعاون كبير طبعا بين مصر وارمينيا. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر اللي بعده بيقول ايه يا عمر؟ خبر اللي بعده من جريدة الوطن، الرئيس السيسي يبحث تهدئة الأوضاع في غزة مع مستشار الأمن الوطني البحريني. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة نقل إلى الرئيس السيسي رسالة شفهية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم البحرين لجهود مصر ورئيس السيسي في مواجهة جميع التحديات داخليا وخارجيا ولا سيما على المستوى الإقليمي. خلينا في البداية أستاذ علاء نتكلم عن العلاقات المصرية البحرينية. يعني منذ زمن كبير احنا بنتكلم عن علاقات يعني بين الدولتين بين الشعبين الشقيقين على المستوى السياسي والاقتصادي. طبعا علاقات تاريخية بتربط بين الدولتين الشقيقين منذ فترة طويلة،
لكن خليني اقول لحضرتك يمكن العلاقه ما بين الدولتين يمكن توترت في الفتره الاخيره بشكل كبير جدا، خاصه بعد ثوره 30 يونيو في منتصف 2013، ويمكن زادت بقوه بعد بدايه تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة الجمهورية في بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في منتصف 2014، ووصل التعاون لقمته يمكن في التحالف الرباعي العربي اللي تم إنشائه أو تم تدشينه، كان تحالف جيوسياسي ما بين مصر والإمارات والسعودية والبحرين، وهنا ظهرت تحالف للدفاع المشترك وتعاون اقتصادي، تعاون في كافة المجالات، تنسيق أمني وسياسي وتبادل اقتصادي وتجاري واستثمارات ما بين البلدين، ويمكن احنا شفنا عدد كبير جدا من الشركات المصرية بتعمل في الإمارات في الكثير من المجالات زي شركات المقاولات والطاقة وغيرها من الشركات العاملة في البحرين الشقيقة، أيضا هناك نفس القصة على مستوى التبادل التجاري، وده يمكن اللي احنا بنشوفه في الفترة الأخيرة. لكن خلينا أقول لحضرتك زي ما بيقولوا لا صوت يعني على صوت حل القضية الفلسطينية ووقف العدوان الغاشم على غزة وعلى الفلسطينيين بشكل عام، ده هو أي حديث أو أي لقاء لسيادة الرئيس يمكن هو مع أي رئيس دولة زي ما حصل مع الحديث رئيس اللي بيشغل العالم كله يعني في الوقت الحالي ده بالتأكيد، زي حتى يمكن كان برضو من الحديث هذا الحديث كان مستحوذ على جزء كبير جدا مع مع في اللقاء أمس أيضا مع رئيس وزراء أرمينيا مع الرئيس السيسي، نفس الشيء هو اللي كان بيستحوذ على الحديث أو المباحثات اللي دارت مع مستشار الأمن القومي البحريني في علاقته مع في زيارته لمصر مع الرئيس السيسي، خاصة إن يعني إحنا ده العالم كله يعني أصبح يدين وبشدة موقف الموقف الإسرائيلي الغاشم وعدم استماع لصوت العقل في الاعتداءات على الفلسطينيين ورفض حكومة بنيامين نتنياهو وقف الوقف الكامل لإطلاق النار في هذه الظروف الصعبة اللي بيعاني منها الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، خاصة إذا احنا شفنا أن الموضوع يعني وصل إلى مرحلة الإبادة، مرحلة التجويع، مرحلة لا إنسانية، العالم كله شعوب العالم حتى لو كانت حكوماتها بتختلف بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتستخدم الفيتو ضد عدى كل الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان. يعني بالتأكيد طبعا هو يعني مش ضد حقوق الإنسان فقط، لكن هو ضد أي مبادئ سماوية أو إنسانية أو حتى يعني ما فيش دولة أو ما فيش أي شعب في العالم زي ما احنا كنا شوفنا شعوب العالم، زي ما كنا شايفين شعوب العالم بالدين ده وناخده غيط، واحنا يمكن شوفنا حتى دول بعيدا عن المنطقة، شوفنا الرئيس البرازيلي، شوفنا عدد كبير جدا من رؤساء في آسيا أو حتى في أوروبا نفسها الكل يدين إسرائيل، لكن للأسف الشديد إسرائيل بتستمد قواتها من الـ من الدعم الأمريكي الغير محدود، على الرغم من الرغبة وإن كانت رغبة غير قوية من الولايات المتحدة في إحلال في وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة تحاول إثناء إسرائيل، لكن في النهاية القرار لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يتخذ التعنت مبدأ تام لأي تفاوض أو لأي حل للقضية. يمكن المباحثات تناولت هذا الملف بصورة مكثفة جدا زي ما قلت حضرتك والأستاذ مايكل إن ده هو الشغل الشاغل لكل دول العالم في الفترة الأخيرة، وربما يمتد لأكثر من ذلك، خاصة إن تأثير ده على الوضع السلم والأمن الدوليين ده خطير جدا خاصة في منطقة الشرق الأوسط. أيضا امتد اللقاء للعديد من مجالات التعاون اللي هي بتربط الدولتين وللعديد من القضايا الأخرى، لكن في النهاية زي ما قلت لحضرتك يمكن كل المحادثات بيظل الحديث عن القضية الفلسطينية أولا يعني بالتأكيد. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول بحضور حجازي وعاشور رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لاستعراض مقترحات تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا الأمس لاستعراض مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة بحضور الدكتور رضا حجازي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم، وأكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للمناهج بوزارة التربية والتعليم. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن تطوير قطاع التعليم في مصر يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير مختلف المراحل التعليمية بما يتضمن توفير نظام تعليمي متطور يسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. خليني أسأل حضرتك في البداية، مش هقدر أقف عند الخبر ده بتاع امبارح كده وبس، ولكن عايز أسأل حضرتك لو رجعنا لورا تقريبا 10 سنين أو أكتر واتكلمنا عن منظومة التعليم وبدأنا نشوف في تطور في هذه المنظومة، وماذا تطمح الدولة في تطوير منظومة التعليم في مصر؟ يعني طبعا سنوات وعقود طويلة، وإحنا يعني مش حضرتك كمان 10 سنين بس، بقالنا سنين طويلة جدا للأسف الشديد بنحاول إن إحنا نحل معضلة الثانوية العامة اللي هي بتورط كل بيت، خاصة إن إحنا داخلين على خلاص على ثانوية عامة جديدة يمكن بعد 3 أو 4 شهور على الأكثر. كل بيت مصري وكل المصريين بيشغلوا هذه القضية تماما، خاصة في ظل الصداع اللي بنشوفه كل سنة على طريقة الامتحان، على الطريقة المثلى للالتحاق بالجامعات، هل نخليها اختبارات، هل نخليها بناء على المهارات وعلى الفروق الفردية بين الطلاب، ولا على الامتحانات سواء كان شافعي أو تحريري أو على نظام التابلت. بصراحة أولياء الأمور والأسر المصرية يعني تعبت من التفكير في القصة دي. لكن زي ما شفنا زي ما حضرتك بتقول إن الفترة الأخيرة بالتحديد زي ما احنا عارفين كلنا ان 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 على مدار 7 أو 8 سنين اللي فاتوا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيضع يعني قضيتين يمكن في محل او في محل اهتمامه الاكبر، وهو الصحه والتعليم. قطعنا شوط كبير جدا في الصحه باختفاء طوابير الانتظار والقضاء على الامراض المتوطنه وغيرها ومن المبادرات، لكن تزال قضيه التعليم هي القضيه التي تغرق الجميع في مصر والجميع يبحث عليها عن حل. الدولة يعني بتسعى جاهدة لحل هذه القضية. شفنا يعني يمكن تم طرح حوار مجتمع لقضية الثانوية العامة في أكثر من فترة، يمكن عندما طرحت الحكومة والقانون التعليمي الجديد في مجلس النواب منذ فترة، شفنا حجم الخلافات اللي كان بين الحكومة والنواب أو حتى ما بين النواب وبعضهم، لأن دي قضية مصرية. يمكن اجتماع اليوم أو اجتماع الأمس مع بين وزيري التعليم العالي الدكتور رضا حجازي والدكتور أيمن عاشور، اجتماع مهم جدا عايزين نوصل منه، كان هدف الدولة الوصول منه إلى أو الوصول فيه لنقطة التقاء على البحث على النظام الأمثل والأسلوب الأمثل لتقييم الطلبات تقييم الطلاب. يمكن احنا شفنا زي ما حضرتك يمكن نقطة العشر سنين اللي حضرتك تتكلم عليها نقطة مهمة جدا كانت قبل كده زي ما احنا كنا عارفين كلنا، وبالتحديد كانت هي الاختبار الورقي اللي هو الاختبار التقليدي اللي كنا اللي كان طلابنا واللي كلنا امتحنا عليه في سنوات سابقة، كانت الفيصل اللي ورق الإجابة والسؤال التحريري اللي احنا كنا كلنا امتحنا عليه، ويمكن كان يعني رغم انه كان ليه سلبيات كثيره لكن كان هو زي ما بيقولوا كانت الامور ماشيه فيه بشكل كبير. لكن مع التطور اللي بيشوفه العالم وتوسع المجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وفتره النهضه التكنولوجيه اللي بشهدها العالم وبشهدها مصر بإدخال مصر كمان أو الاعتماد الحكومة المصرية على كافة على الرقمنة في كافة المجالات، كان لابد إن أنا عندي يكون هناك تطوير للتعليم، وده اللي إحنا في الفترة الأخيرة بنلجأ إليه سواء عندما تم اقتراح تطبيق نظام التابلت في الامتحانات وغيرها والاستعانة بوسائل تصحيح حديثة، إلا إن الموضوع حتى وقتنا هذا لم يتم الاستقرار عليه سواء ما بين خبراء التعليم أو حتى داخل أوساط الطلاب أولياء الأمور أو حتى التلاميذ نفسهم أو الطلاب الثانوية نفسهم. صحيح. وده المشكلة الكبيرة جدا اللي هنظل خلال الفترة القادمة إن احنا نبحث
عن حلول لا حتى نصل الى حل جذري يحل هذه الموضوع، خاصه ان احنا بنحاول ان احنا الدوله تحاول ان هي تماثل او تستطلع النظم العالميه، خاصه ان احنا ما بقاش عندنا يعني اي صعوبات في ان احنا نشتغل على هذه النقطة بالتحديد بعد التطور التكنولوجي وبعد تطور وسائل الاتصالات في مصر، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي وتوفير وسائل الانترنت وغيرها. لكن خلينا نقول هي لازالت أو ستظل هي وسيلة الخلاف ما بين أولياء الأمور والطلاب من جانب ووزارتي التعليم والتعليم العالي، لأن طبعا لن نصل فيها إلى نقطة وسط، خاصة أن جميع الذين لا يوفقون في الامتحانات، وده يمكن كان في أولياء الأمور بيبقى عندهم حق في بعض الأوقات نتيجة ما شهدته مصر خلال السنوات اللي عقبت احداث 25 يناير من تسرب امتحانات. يمكن الدوله استطاعت باجهزتها المختلفه ان هي تقضي على هذه المشكله، لكن لازال هناك سلبيات، يمكن سواء كانت سلبيات بيشارك فيها اولياء الامور او الطلاب زي وبعض العاملين في مجال التعليم من خلال الغش الجماعي اللي بتشرده بعض لجان الثانويه العامه، دي بتبقى حاجات يعني فرديه برضو في بعض المشاكل وبعض الامور، ولكن الدوله بتسعى جاهدا ان الامور تكون كويسه في هذه المنظومه، وتسعى طبعا التطور اللي موجود في كل بلدان العالم. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول ايه يا مارينا؟ الخبر من جريدة اليوم السابع، وتصريح وزير الخارجية فلسطين بيقول إن 80% من الأشخاص الأكثر جوعاً حول العالم يعيشون في غزة. قال رياض الملكي وزير الخارجية الفلسطيني إن سكان قطاع غزة يتعرضون لأبشع المجازر وآخرها استهداف الساعين للمساعدات، متهماً الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة سياسة التهجير للشعب الفلسطيني بالقوة. وأضاف الوزير الفلسطيني خلال كلمة أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن الاحتلال يستخدم سياسة التجويع في غزة، مما تسبب في وفاة 20 طفلاً جوعاً على مدار الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أن 80% من الأشخاص الأكثر جوعاً في العالم يعيشون اليوم في قطاع غزة. يعني يا أستاذ علاء، إحنا بنتكلم عن إن ما زالت الأراضي الفلسطينية بتنتهك من قبل العدوان الإسرائيلي، ومش بس بنشوف إطلاق للنار، لا إحنا كمان بنشوف يعني استخدام أسلحة أخرى وسياسات أخرى زي ما شفنا في الخبر ده، سياسة استخدام سياسة التجويع. حضرتك بتشوف الخبر ده إزاي، وإزاي العالم أو يكون في خطوة إيجابية من العالم كله علشان تقف أو يقف العدوان عند هذا الحد؟ طبعا كلنا عارفين ان القضيه دي بالتحديد منذ 7 اكتوبر في العام الماضي، وهي يعني القضيه اللي ما بتشغلش حتى الفلسطينيين فقط، لا بتشغل العالم كله زي ما تحدثنا قبل كده، خاصه ان 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 اسرائيل يعني اسلوبها الرئيسي منذ بدايه الازمه هي الاباده الجماعيه التهجير القسري، ويمكن في الـ بعد في الشهور الاخيره او في الاسابيع الاخيره وصل الامر لقمته في حاله الحاله الانسانيه اللي بتحاول اسرائيل تنفيذها على سكان القطاع في سكان غزه، وهي سياسه التجويع. اسرائيل منذ اليوم الاول بتحاول ان تمنع وصول اي مساعدات للفلسطينيين، ويمكن ده كان واضح من خلال ضرب الطرق المؤديه لتوصيل المساعدات من مصر عبر ميناء رفح، ويمكن احنا شفنا كلما ارادت مصر وفقا لمواثيق الامم المتحده انها توصل المساعدات في غزه، اسرائيل بتقوم بضرب الطرق لمنع وصول المساعدات، والقوات المسلحه المصريه او الهيئه الهندسيه بالتحديد كانت بتقوم باصلاح هذه الطرق لتوصيل المساعدات، لكن اسرائيل بتواصل تعنتها وتعرقل هذه المساعدات. وصلت الامور في الفتره الاخيره للمنع التام، على الرغم من ادعاء اسرائيل كاذبا ان مصر هي التي تغلق منار رفح، ويمكن الرئيس اكد على ان ده طبعا كذب والعالم كله يشهد ذلك. يمكن الفتره الاخيره كلنا
احنا كنا كلنا كنا عارفين ان حتى المنع كان وصل لحتى الدول العالم كلها اللي كانت بتساهم بتقديم مساعدات للاشقاء في فلسطين على مدار السنوات الاخيره. يمكن في هذه الازمه بالتحديد او هذه المره بالتحديد لم يكن هناك اي مساعدات تقدم سوى من الدوله المصريه اللي كانت بتقدم وحدها ما يزيد عن 80% من المساعدات لاهالي القطاع في غزه او لاهالي غزه. لكن في الفتره الاخيره بعد حاله الجوع اللي العالم كله شهدها اللي هي وصلت ان عدد او كثير من الفلسطينيين زي ما بنشوف كلنا في وسائل الاعلام ان بقى اللي بتسمع اطفال يموتون جوعا, ويمكن اخر تقرير ان 20 طفل ماتوا جوعا, ان هناك اسر او هناك العديد من مئات الالوف الفلسطينيين في القطاع تحديدا او فلسطين المحتله بشكل عام, بس لكن في قطاع غزه بشكل خاص بقى لهم شهر او اثنين يمكن لم يتذوقوا طعم الخبز تماما, ودي مشكله كبيره جدا. لما شفنا حتى العالم بيضغط لتوصيل المساعدات يمكن في الفتره الاخيره عن طريق الانزال جوا نتيجه عرقله اسرائيل, شفنا اسرائيل بتدعي ادعاءات كثيره بانها وصلت هذه المساعدات اسلحه وغيرها. طبعا هي بتحاول عرقله الوصول المساعدات لتجويع الفلسطينيين, لكن اذا العالم كله في هذه الفتره اذا لم يستيقظ ضميره الانساني ويعتمد مبدا الانسانيه بعيدا عن اي شيء اخر في حق الفلسطينيين في العيش, حق الفلسطينيين في الحياه, صحيح. اعتقد هيبقى هناك مشكله كبيره جدا خاصه في ظل المعامله البربريه. زي اي شعب من حقه انه يعيش في سلام ووسط يعني امن واستقرار يعني. صحيح. ده بالتاكيد. صحيح. بنشكر حضرتك جدا استاذ علاء الكاتب الصحفي استاذ علاء الحلواني نائب رئيس تحرير اخبار اليوم, يعني كنت معنا عبر الهاتف, شكرا جزيلا لحضرتك. اعزائي المشاهدين كده خلصت فقره الصحافه, هنطلع فاصل وبعد الفاصل فقرتنا الاخيره هتكون مع زميلتي مارينا ونتكلم عن موضوع مهم جدا. هنتكلم عن صناعه السيارات, هنتكلم عن هذه الصناعه العملاقه وليها مراحل كتيره. في وقت من الاوقات كانت مصر بتصنع عربيات في الاول خالص, وبعدين الامور يعني الامور تغيرت بعد فتره وبقت الامور في تجميع, وحصلت ازمه كبيره مش بس في مصر, في كل بلدان العالم. وشفنا اسعار العربيات بس عندنا في مصر الموضوع بزياده, شفنا فقاعه كبيره في اسعار السيارات. هل الحرب الروسيه الاوكرانيه هي السبب؟ هل وجود الصراع في البحر الاحمر وعرقله حركه الملاحه لها علاقه؟ هل الحرب في السودان لها علاقه؟ هل التجار لهم علاقه؟ هل مصر تسعى جاهدا لتوطين هذه الصناعه؟ هل نحتذي بالتجربه بدوله كبيره مثل المغرب في صناعة السيارات؟ هنعرف كل ده وأكتر. هيكون ضيف مارينا في الاستوديو المهندس جمال عسكر الخبير في قطاع السيارات. نطلع فاصل وبعد الفاصل خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم من جديد في فقرتنا الثالثة والأخيرة النهاردة اللي هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا وبيهم قطاع كبير من المواطنين. يعني لو احنا هنتكلم عن صناعة السيارات, احنا بنتكلم عن صناعة يعني تعتبر واحدة من الصناعات الحيوية والثقيلة جدا واللي بتسهم بشكل كبير جدا في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل. لكن احنا كمان بنشوف نظر الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات كفرصة استثمارية واستراتيجية لبحث يعني ان هي تزود الاقتصاد المصري وتحقق التنمية المستدامة. لكن في فترة من الفترات احنا بنشوف ازمات كتيرة وسط العالم, بنشوف عدينا بازمة كورونا, عدينا بالحرب الروسية الاوكرانية, وصولا الى حرب غزة والازمة السودان, احنا بنشوف ازمات كتيرة قوي اكيد ده بيأثر على صناعة السيارات. علشان كده عاوزين نتكلم بتفاصيل اكتر عن صناعة السيارات وعن توطين صناعة السيارات وعن صناعة السيارات عامة في العالم كله. عشان كده مشرفنا ومنورنا النهاردة في استوديو باشمهندس جمال عسكر الخبير في قطاع السيارات. منورنا يا باشمهندس النهارده في صباح. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا, صباح الخير على حضرتك. صباح النور. يعني في البدايه عاوزين نعرف من حضرتك يعني احنا وصلنا لفين في صناعه السيارات حول العالم؟ احنا الاول بس عايزين نتكلم على صناعه العالم, على صناعه السيارات كقاطره تنميه بالنسبه لكل شعوب العالم, واهمها الان معقل الصناعه على مستوى العالم. بنتكلم على دوله الصين, تكلم تقريبا في حدود 28 مليون سيارة انتاج سنوي لدولة الصين. تكلم على طفرة غير مسبوقة للسيارات الكهربية على مستوى العالم, تحقيقا لمبدأ خفض الانبعاثات الكربونية السامة اللي بيسيطر على العالم واللي بتوصل نسبته في حدود
23% من نسب التلوث على مستوى العالم هي من المركبات طبقا لقراءات بلومبرج. نتكلم على انخفاض معدلات الأكسجين في الجو بسبب الانبعاثات الكربونية اللي بتطلع من السيارات بالذات المركبات. نتكلم على خفض نسب النمو للنبات بسبب انتشار الانبعاثات. فبنتكلم على طاقات جديدة ومتجددة. نتكلم على توليد الكهرباء من طاقة الرياح، بنتكلم على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. يبقى لما كل دول العالم تتكلم على صناعة السيارات الكهربية، لو حضرتك بتاخدي توليد الكهرباء من الكهرباء بالطرق العادية عن طريق البنزين أو الديزل أو الغاز، يبقى احنا بنعمل كمية انبعاثات كربونية هائلة سامة كبيرة جدا عشان نولد الكهرباء. صحيح. لكن لما مصر تتجه أو كل دول العالم تتجه إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يبقى أنا بولد كهرباء بمعدل انبعاثات سامة يساوي صفر، وبستخدمها في السيارة الكهرباء بتطلع معدلات سامة بتساوي صفر. يبقى أنا عندي هنا جو وبيئة صحية للغاية للمواطن اللي بيستخدم هذه المركبات. بنتكلم على كمان التطور الكبير اللي بيحصل النهاردة في الصين، بنتكلم على سمارت كار، السيارات التي تحاكي الانترنت. يبقى في سمارت كار بتمشي في سمارت سيتي، مدينة ذكية بيمشي فيها سيارات ذكية، يبقى كل شيء فيها انترنت اوف ثينجز أو محاكاة الانترنت بعضه لبعض. تكلم النهاردة على صناعة السيارات، ازاي في الصين بتقوم بالطفرة الكبيرة دي نتيجة وجود هيومن كابيتال أو طاقة بشرية متوهجة عايزة تشتغل وتنتج بشكل كبير جدا. أنا زرت الصين 22 مرة. الناس هناك يعني شبه مش بتنام عشان تبدأ تشتغل وتبدأ تنتج وتبدأ تبدع. المصانع النهاردة بتلاقي جزء كبير منها في مصانع السيارات. أي جهة بتبقى جهة منتجة بنلاقي فيها قسمين من أنواع الناس اللي بتشتغل في هذه الأماكن، قسم productive stuff جزء منتج وجزء non-productive stuff جزء غير منتج. نجد شركة كبيرة جدا عندها في حدود 170 ألف موظف، منهم 60 ألف موظف بيشتغلوا في research and development، بيشتغلوا في البحث والتطوير فقط. فدول هل دول منتجين؟ بالطبع دول منتجين، بس دول ما بيشتغلوش بإيديهم بالطبع، لكن بيشتغلوا بإيه؟ بدماغهم. اللي بيشتغل بدماغه بيبدع ويدي الراجل اللي بيشتغل في إيديه عشان يبدأ إيه؟ يشتغل ويطبق هذا الفكر والكونسبت الجديد. كل الكونسبتس اللي بيطلعوها في الصين يعني تبصي تلاقي حاجة غريبة جدا، متواني مع الناس هناك كل المصانع وكده، فالناس اللي موجودة فيها ناس كبيرة جدا، CEO التشيرمان الام دي المانج دايركتور العضو المنتدب رئيس تنفيذي كذا، كلهم ناس كبار. كل واحد من دول قاعد ورا حوالي 20-25 شاب 22 سنة ل25 سنة، ورقة وقال أجندة وقلم وبيكتبوا كلهم اللي بيتقال، ما حد بيتكلم نهائي، لكن بيقعد عشان يسمعوا خبرات الآخرين. فيبقى احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ليدر وسب ليدر، بنعمل قائد وتحتيه مجموعة من القادة، والمجموعة من القادة دول ياخدوا سبوردينيت ليهم ويعملهم هم كمان قادة. فيبقى التسلسل ماشي الطبيعي، لو النهاردة اكس مش موجود هيبقى في واي موجود، لو واي مش موجود هيبقى في زد موجود. وده بيسموه نظام الديليجيشن، او ازاي نعمل تفويض لحد ياخد امكانياتنا ونديله empowerment، نديله القوة بتاعتنا في responsibility واجباتنا والديوتيز الشغل اللي احنا بنعمل، واجباتنا ومسؤولياتنا نديها لشخص تاني لو انا مش موجود. وهنا نتكلم على centralization والdecentralization، نتكلم على المركزية ولا مركزية في ادارة الشركات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة. كل دول العالم النهاردة بتتكلم على لا مركزية. نرجع لعالم السيارات تاني، طب دول العالم موجودة فين أو اللي بتعمله الصين النهاردة عشان تكبر هذه الصناعة؟ خلال الأسبوع قبل الماضي مثلا الصين مصنع BYD هو المصنع رقم واحد على مستوى الصين في إنتاج السيارات الكهربية، فتح 3 فروع في المملكة العربية السعودية، في جدة، في الرياض، في الظهران. يعني احنا بنشوف تعاون ما بين الخليج والصين في صناعة السيارات بشكل رهيب. وتلاقي بقى في حاجة غريبة كمان، ليه؟ طبعا مستوى الدخل في الخليج بيختلف عن مصر، دخل الفرد مستوى الدخل العام الناتج العام، كل النتائج الحاجات دي كلها بتتغير. فتجد ان الشركه نفسها تعمل ايه عشان تجذب العميل بشكل كبير جدا، ان اول 500 عميل هيحجزوا 500 عربيه هندي لكل عميل شاحن خاص، الشحن اللي بتحط في الشارع ده.
لما نيجي نقارن بقى احنا مثلا سبيل المثال مصر مع امريكا مع الصين، هنلاقي رئيس وزراء مصر اعلن عن ضخ 3000 نقطة شحن في جمهورية مصر العربية. يفاجئنا بايدن في امريكا انه هو هيضخ في حدود 500,000 نقطة شحن في الولايات المتحدة. يفاجئنا تشاو بينج في الصين انه هو هيضخ 1.25 مليون نقطة شحن على مستوى الدولة. ده بيعمل ايه؟ انا النهاردة عشان اشغل عربات الكهرباء اجيب العربات الكهرباء الاول وبعدين ادور على الشواحن، ولا اجيب الشواحن الاول عشان اللي يجيب عربية كهرباء يلاقي ليها شاحن؟ لازم اجيب الشاحن الاول. فتخيل الصين لما تدي 500 عميل 500 شاحن خاص يحطوا عنده قدام الفيلا او قدام بيته او كذا عشان يشحن بيه العربية وما يبقاش ايه ما يعني في سهولة يعني بشكل كبير جدا. هنبص بقى كمان على السعودية في هذا الاطار، ان انا شفت هناك طفرة كبيرة. هنبص مثلا نلاقي ايه معهد ابهار للتدريب، هو المعهد الوحيد في مدينة جدة المتخصص في تدريب السيارات، المهندسين الفنيين مساعدين الفنيين كل حاجة. بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على صناعة السيارات، بيتكلم على تدريبات في مراكز خدمة السيارات، خدمة عملة السيارات كلها تحت منصة ابهار. بتكلمي على مهندسين الاستقبال ازاي يستقبلوا العميل ويضيفوا العميل ويفهم. نخش على ورش وإدارة الورش ازاي تتعمل هذه المنظومة، هي منظومة ابهار ازاي يبهر العميل اللي بيركب العربية. تكلمي على إدارة الورش والكي بي آيز الكي بيرفورمانس انديكيتورز، ازاي بنحسب كفاءات الستاف، ازاي بنحسب اليوتيلايزيشن الاستفادة من الورشة اللي موجودة عندنا، ازاي نحسب البيرفورمانس الأداء، ازاي نحسب الافيشنسي الكفاءة، ازاي نحسب البرودكتيفيتي الانتاجية. كل ده تحت منظومة ابهار السعودية. ليه؟ عشان يطور صناعة السيارات، وكل ما يتواكب مع صناعة السيارات يبقى في جزء تاني في الصيانة بيقابله، وجزء تاني في المانجمنت في الادارة بيقابله، وجزء تالت تتكلمي على الكنترول والتايم مانجمنت ازاي يتعمل وازاي نتحكم في كل هذه المنظومات. طب احنا دلوقتي احنا فين؟ احنا مصر عملت المجلس الاعلى لصناعة السيارات. ليه؟ عشان يطلع منظومة استراتيجيات تصنيع السيارات. حتى الآن لم تظهر منظومة استراتيجيات تصنيع السيارات في مصر، وده يعتبر نقطة نيجاتيف بالنسبة لنا إحنا كمصر. ليه؟ لأن مصر كانت واخدة دور الريادة في هذه المنطقة، مصر رقم واحد. النهاردة بنلاقي على النقيض، نلاقي المغرب النهاردة دولة المغرب العربي تحتل المنصة رقم 5 على مستوى الدول العالم في تصدير السيارات لدول الاتحاد الأوروبي. بنتكلم عن المغرب النهاردة من 3 شهور فتحت مصنع لإنتاج الرقائق الإلكترونية، من 6 شهور فتحت مصنع لصناعة الطائرات الخاصة. يبقى أنا هنا إيه؟ أنت عندك في مصر إيه اللي ناقصك؟ أنت عندك مصانع موجودة، المصانع عندك شباب مؤهلة، مدارس تعليم صناعي 3 سنين، مدارس تعليم صناعي 5 سنين، معاهد تكنولوجية، كليات تكنولوجية وكليات الهندسة. يعني احنا على سبيل المثال بنخرج سنويا في حدود 15,000 مهندس ميكانيكا وكهرباء. لو 15,000 دول ما لقوش الشغل بتاعهم على شورت تيرم ولونج تيرم بلان موجود من الدولة، وفي بيزنس بلان معمول واكشن بلان بيتنفذ على الارض، طب الشباب دي تشتغل فين؟ كل ما هو مدارس صناعية ده اللي مطلوب دلوقتي على مستوى العالم. الفني على مستوى العالم النهارده هو الاكثر راتب او الاعلى راتب على مستوى العالم. مرينا بفتره يا باشمهندس يعني عن في ازمات كتيره مرت بالعالم، ازمه كورونا، وكانت الصين يعني من اولى الدول اللي بتسجل اعلى اعداد في كورونا، يعني اثناء كورونا. يعني ده ازاي اثر على صناعه السيارات؟ بصي يا فندم، كورونا اثرت على كل دول العالم. طب ليه ناس تجاوزت هذا الكلام بالشكل ده وفي ناس ما تجاوزتوش؟ لما بنيجي نعمل تحليل لأي شركة بنعمل حاجة اسمها SWOT analysis. SWOT analysis ده بيتكلم على نقاط القوة في المؤسسة، نقاط الضعف، والفرص والمخاطر. لما نيجي نتكلم على إعصار تسونامي لما جه وكسر اليابان، اليابان مصانع الشركات اتكسرت وتهدمت في 6 شهور، كانت اليابان دي قايمة تاني في 6 شهور. ليه؟ عندهم فكر، عندهم فيجن وميشن ستيتمنت، عندهم تارجتس عايزين يحققوا في مدى زمني معين. يبقى احنا هنا بنتكلم ايه؟ بنتكلم على الليدرشيب، على القياده، بنتكلم على المانجمنت ستايل. لازم يكون المانجمنت ستايل مودرن تكنيك، ما يكونش بيور. كل ما كانت الشغلانه فيها فقر والمسؤول عن الوظيفه المعينه دي غير مؤهل لاداره هذه المنظومه بشكل كافي، فليتنحى ونجيب حد بيفهم يخش في هذه المنظومه. منظومه السيارات وعالم السيارات دي فلوس مليارات على مستوى العالم.
كل دول العالم بتسخر نفسها، في دول ما كانش ليها في السيارات. النهارده بنتكلم على تركيا انتجت عربيه اس يو في كهرباء فروم اي تو زد. رئيس الدولة التركية عمل تسويق في حياتي ما شفته وأنا بشتغل في مجال السيارات 35 سنة. خد عربيتين هدية لولي عهد السعودية وركبوا العربية وشرحها له وخدوا من المطار لغاية القصر بتاع الضيافة. خد هذا الكلام وراح بيه قطر، ادى لهم عربيتين هدية وشرحهم وخلى أمير قطر اللي يشيل يسوق العربية ويوديه لغاية هنا. فكل ده بيعتبر ماركتنج كوميونيكيشن تكنيكس على أعلى مستوى. احنا بنتكلم تسويق على أعلى مستوى في درجاته، لأن كل دول العالم بتتفرج على رئيس دولة بيقابل رئيس دولة فبيعمل هذا الشيء لنفسه بطريقة يعني رهيبة وببلاش. بمعنى أنا لو بعمل حملة تسويقية لمنتج معين هصرف عليه ملايين، أنا ما صرفتش عليه أي حاجة وعملته بشكل جميل جدا وما فيش حد بقى جاي من المصنع وشرح لا ده الرئيس بيشرح للرئيس العربية بإمكانيتها بكل حاجة ويقول له سوق إزاي وعمل إزاي. أكيد في سؤال في أذهان المشاهدين دلوقتي عن الطفرة الكبيرة قوي في أسعار السيارات دلوقتي في مصر. إحنا بنشوف أسعار السيارات وصلت ل يعني أسعار جنونية طبعاً. ده طبعا بسبب أزمات كتير، إحنا بنشوف الأزمات اللي بتمر بيها العالم في الفترة الحالية، لكن الوضع وصل للناس نوع أكيد يعني في وقت وصلوا بيهم ان هم هيقطعوا شراء السيارات بالزبط. فازاي او ليه الاسباب او ايه الاسباب اللي خلت في زياده كبيره قوي في اسعار السيارات؟ سبب بسيط جدا ما يعرف بالجشع. جشع الوكيل مع الموزع مع التاجر مع البياع، ده اللي ادى بينا الى كده. بمعنى ان انت حضرتك كانت سيارات محدش بيشتريها والسياره ثمنها مثلا 250,000 جنيه، توصل السيارة بقدرة قادر انها تبقى بمليون جنيه وتسعمائة ألف جنيه، ازاي ما عرفش يتحط عليها اوفر برايس في حدود 150,000 جنيه الى 200,000 جنيه. في سيارات اللي هي بتوصل يعني السيارات الطبقة الراقية اللي بتوصل 3 مليون و 4 مليون عليها اوفر برايس في حدود 400,000 جنيه. ده كله ليه؟ لان دي فوضى السوق. فوضى السوق دي تظهر انت لما يكون ما عندكيش جهة حاكمة للسوق، بمعنى ان جهاز حماية المستهلك هو الجهة الحاكمة للسوق والجهة اللي تقدر تتعامل مع الوكيل او ومع المشتري المستهلك. هتلاقي هنا في جاب كتير جدا. هل ده بقى بسوق يعني بسبب سوق الرقابه على الاسواق المحليه؟ بالطبع، مش عايزه كلام يعني. حضرتك عندما تضع القانون وتضع المؤسسه الحاكمه لهذا الكلام يا مؤسسه حمايه المستهلك، طب لو حمايه المستهلك مش قادره تحكم حركه السوق ما بين المستهلك وما بين التاجر او ما بين البياع، بقت في مشكله كبيره جدا. طب ده بيحصل في الخليج ازاي؟ لما بيحصل مشكله معينه وتحصل مشكله في عربيه معينه بيطلبوا ان هو يرجع العربيه وياخد عربيه بدلها وياخد تعويض بيكافئ ثمن العربية. فلذلك تلاقي الوكيل ماشي على زي المسطرة. لما بتحصل أي مشكلة بتوصل إن إحنا أحياناً بنشوف في منطقة الخليج إنه بيقفل التوكيل بالكامل لمدة أسبوع أسبوعين ثلاثة إلى أن تستقر الأمور وتعتدل. النهاردة لما بيخش عميل في مكان معين بلاقيش قطعة غيار في منطقة الخليج، حضرتك مطلوبة بأمر من جهاز حماية المستهلك بتوفير عربية للعميل ده يركبها نفس موديل عربيته لغايه لما عربيته تتصلح عندك. ليه؟ لان انت الوكيل وما عندكيش قطعه غيار والعربيه مش بتتحرك. ازاي انا واخد عربيه من عندك وما لهاش قطعه غيار؟ ما لهاش قطعه غيار، حضرتك تركب دي عربيه بدل، يركب عربيه بدلها على حساب الوكيل وعربيته جوه عند الوكيل بتتصلح. اول ما تخلص كلموه على التليفون، احنا اسفين اخرناك، تعال خد عربيتك، وياخدوا منه العربيه اللي كانوا مدينها له هديه يمشي يتحرك بيها. ليه؟ لان ده بني ادم هيومن كابيتال، هيومن بين، عنده حركه وعنده نشاط يومي بيعمله، فانا لما اخره هل الكلام ده موجود عندنا؟ بالطبع لا. طب ازاي احنا نقدر نرجع بقى بصناعه السيارات؟ عندنا مصنع مقفول بقى له 18 سنه. هذا المصنع مصنع نص سيارات، ده مقفول بقى 18 سنه. كان في قيمه كبيره اسمها المهندس عادل جزارين رئيس مجلس اداره هذا المصنع. لما المصنع يتقفل 18 سنه ونجيب حد غير مسؤول او غير واعي او غير مدرك لاهميه هذا المكان الكبير جدا ويقعد فيه سنتين ما يعملش فيه اي حاجه والمصنع يبقى موجود وكل دول العالم بتتمنى انها تخش سوق مصر، ليه؟ لان مصر موقع جغرافي نادر الوجود على مستوى العالم. نحط مصر في وسط الخريطه ونعمل كروس نلاقي مصر في السنتر بتاع العالم. ما يكون مصر عندها 110 مليون نسمه، فده سوق واعد لاي عميل او اي حد تاجر صحيح. كبير او اي منتج كبير هينتج هنا اي حاجه هتتباع وبشكل كبير جدا. طب مصر بوابه لافريقيا،
على سبيل المثال في دول كتير زي الكونغو الديمقراطية وخلافه 200 مليون بتتمنى صناعة السيارات تبقى موجودة عندها والسيارات الكهربية لتوافر الطاقة الشمسية بشكل كبير جدا، فهتبقى الكهرباء سهلة بالنسبة لهم. فهيعمل ليه ما نعملش تعاون مع الدول دي بعضها وبعض مع مصر؟ ليه؟ عشان مصر ترجع تاني لدور الريادة. هل ممكن يبقى في فرصة للشباب اللي هم ممكن يبتكروا أو يعني يطلعوا أفكار جديدة جدا لصناعة السيارات؟ عندنا فندم الدكتور إبراهيم لطفي والدكتور وائل إبراهيم كلية التكنولوجيا والتعليم في جامعة حلوان، وكل الشكر للدكتور إبراهيم، بيخشوا منافسات الفرميولا ستيوتن في ألمانيا وإنجلترا وبيحققوا مراكز، السنة دي محققين مركز تاني على مستوى العالم في إنجلترا، ده فخر كبير جدا لكليه التكنولوجيا اللي موجوده في الاميريه تبع جامعه حلوان، والدكتور سيد رئيس الجامعه كل الشكر ليه والتوفيق. فالناس بتعمل مجهود كبير جدا، هندسه المطريه والدكتور محمد ربيع عميد الكليه والدكتور سمير الدمرداش نائب رئيس الجامعه بيخشوا في الفورمولا ستودنت بيعملوا نتائج هايله جدا في المانيا وفي انجلترا. كل الجامعات في مصر جامعة عين شمس فيها ناس قامات كبيره موجوده وبتشترك في الفورمولا ستودنت. يبقى احنا عندنا المجال المنافسة عالي جدا والطلبة بتوعنا بيثبتوا أحقية، ولكن المشكلة في حاجة، الطالب هناك بياخد الأحقية دي ويطلع من الجامعة يلاقي شغله مستنيه، هنا بيطلع بيشتغل على سواق على عربية بابا وعربية مامته، فدي مأساة كبيرة. احنا لازم نعمل للشباب دي، لازم نطور من نفسنا، يكون يعني في مكان للشباب ان هم يقدروا يدوا افكار ويبدأوا في مجالهم بالظبط عشان نستفيد من الامكانيات دي. لكن انا النهاردة اخد مركز اول برا وارجع ملاقيش حاجة اعملها، صحيح. ايه اللي بيحصل بقى؟ برا بيحطوا عينيهم على 3-4 شباب من الجروب ويخطفوهم ويبدأوا يستثمروا فيهم ويعملوا مجدي يعقوب ويعملوا محمد صلاح ويعملوا زويل، بس بره مش جوه مصر. فازاي احنا ما نستفدش بالشباب بتوعنا هنا ونسيبهم يستفادوا بيهم بره؟ دي مشكله كبيره. احنا فعلا بنتكلم عن فكره، يعني فكره مهمه جدا ان احنا بنوفر فرص عمل للشباب، مش بس كده احنا بنديلهم مجال علشان يقدروا يبدعوا ويقدروا يطلعوا احلى ما عندهم علشان يكون في تطوير في هذا البلد. يعني احنا بنشوف كمان ان صناعه السيارات هي صناعه مهمه جدا، فيعني لو تم توطين صناعه السيارات هنا في مصر هيكون في نقله كبيره جدا في هذه الصناعه. يعني احنا بنشكر طبعا باشمهندس، يعني فعلا منورنا ومشرفنا دايما في صباحمي باشمهندس جمال عسكر الخبير في قطاع السيارات، بنشكر حضرتك جدا، وفعلا يعني لقاء ممتع جدا وثري جدا. شكرا لحضرتك، ان شاء الله يكون لينا لقاءات تانية ان شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، انتظرونا بكره في حلقه جديده من برنامجكم صباحمي.